يلقي اليوم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خطابه السنوي إلى الأمة، ومن المتوقع أن يركز ميدفيديف في خطابه على الجهود التي يبذلها لتحديث الاقتصاد الروسي. وأتي الخطاب بعد مقالة كتبها ميدفيديف أخيرا حول مستقبل روسيا، تضمنت نقدا غير صريح للسنوات التي قضاها سلفه فلاديمير بوتين في الحكم. ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من موسكو يفغيني سيدروف. يفغيني، ما هي أهمية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، وما هي أبرز النقاط التي من المتوقع أن يتناولها في خطابه؟ أهمية هذا الخطاب طبعا تأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجه عواقبها معظم بلدان العالم، وطبعا سيتحدث أو سيركز الرئيس الروسي كما هو متوقع في خطابه للبرلمان على هذا الموضوع وكيفية التعامل مع الأزمة، مع أنه سيتطرق كما يرى المراقبون لعدد من المسائل الخاصة بسياسة السلطة الداخلية، وخاصة على صعيد مكافحة الفساد وتفشي الفساد. وهذا الموضوع أصبح أحد الشعارات الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس ميدفيديف قبل انتخابه رئيسا. وطبعا سوف يتحدث الرئيس الروسي في خطابه إلى البرلمان عن أهم الاتجاهات السياسة الخارجية الروسية، وربما سيتطرق إلى العلاقات مع بعض دول العالم منها الولايات المتحدة على ضوء بعض الأمور الهامة، وخاصة توقيع على اتفاقية تقليص أسلحة الهجوم الاستراتيجية لدى البلدين. نعم يفكري، كما ذكرنا يعني سوف يتضمن هذا الخطاب عرضا سريعا لأبرز الإنجازات التي قام بها الرئيس الروسي، وأيضا عرضا للخطة المستقبلية لسياسته. كيف يرى معارضو ميدفيديف حتى الآن هذه الفترة التي قضاها في سدة الرئاسة؟ معارضو ميدفيديف بالمناسبة لا يرون أي إنجازات تذكر حققها الرئيس ميدفيديف منذ انتخابه رئيسا، لأنه يعني يلقي خطابات وكلمات عديدة ويطرح فيه شعارات مختلفة، لكن مرحلة تطبيق أو تنفيذ ما يقوله ميدفيديف لم تأتي بعد، وهذا يصبح موضع انتقاد حاد من جانب المعارضة إلى الرئيس الروسي. نعم يفكيني، فيما يتعلق بالسياسات المستقبلية لروسيا على الصعيد الخارجي، هل من المتوقع أن يتطرق ميدفيديف إلى الشأن الإيراني والشأن الأفغاني، خاصة وأنه قد أصدر تصريحات يعني تتعلق بتغيير الموقف الروسي بشكل يعني مستقبلي من العلاقات مع إيران؟ ليس من المتوقع أنه يتطرق إلى هذا الموضوع لأن الخطاب لن يكون طويلا، وبالتالي فإنه سوف يتحدث بشكل عام عن السياسة الخارجية، وربما من خلال بعض التلميحات يفهم ما هو موقف روسيا من الملف النووي الإيراني مثلا أو من الوضع في أفغانستان. شكرا لك يفغيني سيدروف، مراسل بي بي سي من العاصمة الروسية موسكو.